بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتم الأكمل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بخصوص ملف محمد أعرب بعسو المتابع أمام غرفة الجنايات بمحكمة كناس بالتجار في البشر وجملة من الجنح والجنايات المستعلية في القانون الجنائي، يبدو من المفيد التذكير بالمراحل التي قطعها هذا الملف. سيد محمد أعرب بعسو اعتقل بتاريخ 31 أكتوبر 2022، ووضع رهن الحراسة النظرية، وتم تمديد مدة الحراسة النظرية ليقدم أمام السيد وكيل عام ملك محكمة استئناف مكناس لاشتباه في ارتكابه جناية التجار في البشر. ومر الملف بمختلف مراحل التحقيق إلى أن صدر قرار بإحالة السيد محمد أعرب بعسو على غرفة الجنايات بتهمة جناية التجار في البشر، وراجع الملف أمام غرفة الجنايات بمكناس لعدة جلسات. وبعد صيرورته جاهزا أثرنا مجموعة من الدفوع الشكلية والمسائل المتعينة فصل أولي، كما أننا تقدمنا بطلبات لتجهيز المسطرة، كما تقدم دفاع الطرف المدني بطلب لجعل جلسة سرية. أجبنا على هذا الأمر بأن سيد محمد أعرب بعسو ظل لمدة تقارب 7 أشهر ينتظر بفارغ الصبر أن يطلع الرأي العام على حقيقة هذا الملف، وأن يشعر الرأي العام بمختلف الوقائع التي والإجراءات التي بشرت فيه والخروقات التي تمت فيه تنويرا للرأي العام، لأن هذه المرحلة كلها كانت مشمولة بالسرية، كان فيها السيد محمد أعرب بعسو ممنوعا من إبداء وجهة نظره لأنه تقيده السرية المستعلية في المادة 15، في الوقت الذي نشرت فيه الصحافة التشهير مجموعة ونسبت له مجموعة من الوقائع التي تمس بسمعته، وقد أصدرت حكما بإدانته مسبقا قبل أن يصدر القضاء كلمته ويقول حكمه في الوقائع والأفعال سواء بالبراءة أو الإدانة. وكان السيد محمد أعرب بعسو ينتظر بفارغ الصبر أن تكون علنية الجلسات لكي يتابع الرأي العام عن كتب مختلف الخروقات التي شابت المسطرة والانتهاك الذي تم المساس فيه بحقوقه، إلا أنه للأسف اتخذت المحكمة قرارا بجعل الجلسة سرية ابتداء من جلسات البحث والمناقشة، وردت الدفوع الشكلية باستثناء الدفع المتعلق بإبطال ديباجة المحضر، واستجابت لطلب إحضار المحجوز، وردت طلبات المتعلقة باستدعاء مجموعة الضباط الذين أنجزوا تقارير الخبرة 4 والخبير في الأمور الجينية. وتنويرا للرأي العام أعرض بين يديكم الخروقات التي شابت المسطرة والتي تم عرضها في جلسة علنية قبل أن تقرر المحكمة السرية، والتي استعرضنا فيها بتفصيل مختلف الخروقات الشكلية التي شابت المسطرة بدءا من مرحلة البحث والتحري وانتهاء بالتحقيق الإعدادي، والتي فصلنا فيها القول سواء بمرافعاتنا الشفوية أو بمذكرات مكتوبة أدلينا بها أمام القضاء، فضحنا فيها مختلف الخروقات الشكلية التي شابت المسطرة، والتي سأعرض في هذه المداخلة بعضا منها وليس كلها. أول هذه الخروقات هو خرق جهات البحث والتحري لمقتضيات الفقرة الثالثة من مادة 23 والمادة 23 من الدستور، والفقرة الثانية من مادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. المادة 23 الفصل 23 من الدستور كنص على أن كل شخص تم اعتقاله على الفور يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور بكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، من بين حقه في التزام الصمت ويحق له الاستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأقرب طبقا للقانون. هذا المقتضى الذي ورد في الدستور قام المشرع بتنزيله في قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 وبفقرتين، الفقرة الثانية من المادة 66 وكذلك الفقرة السادسة، ونص على جملة حقوقية ينبغي بها إشعار الموقوف أو الموضوع رهن الحراسة النظرية
وهي حقه في التزام الصمت، إشعاره بدواعي اعتقاله، إشعاره بحقه في المساعدة القانونية والقضائية، بحقه في تعيين محام أو تنصيب له في إطار المساعدة القضائية. في هذه المسطرة الضابطة القضائية خرقت هذا الإجراء، ومعلوم أن هذا الإجراء جاء في إطار التعديلات التي عرفها دستور 2011. دستور 2011 جاء هذا المقتضى الهام حتى يمكن المتهم من مجموعة من الحقوق نصت عليها المواثيق الدولية، من بينها إشعاره بدواعي اعتقاله وبحقه في الصمت واختيار الوسيلة المثلى والأنجع للدفاع عن حقوقه، وقد يختار الصمت وعدم الإدلاء بالتصريح، وهذا ما كرسته مقتضيات الفصل 66. الضابطة القضائية في هذا الملف، وبالضبط في محضر الإيقاف الانتقال والمعاينة والإيقاف والتفتيش والحجز وإشعار ممثل النيابة العامة، أهملت هذا الإجراء، إذ أنها استمعت إلى السيد محمد أعرب بعسو واستفسرته عن دواعي تواجده بالمكان الذي تم إيقافه فيه، ثم بعد ذلك أشعرته بحقه، بحقوقه الدستورية، بحقه بدواعي اعتقاله وبحقه في الصمت ومختلف ذلك. أي أن الضابطة القضائية حرصت على استخلاص الدليل قبل أن تشعره بحقوقه الدستورية، ومن ثم أفرغت هذه الضمانة التي تحدث عنها المشرع من مضمونها القانوني. ومعلوم أن هذا المقتضى صدرت فيه اجتهادات كثيرة عن محاكم الموضوع وكذا عن محكمة النقد، يكفي التذكير ببعضها، من ضمنها حكم المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب عدد 47 الصادر بتاريخ 15/2012 في الملف التلبسي 43/2012 الذي أبطل محضر الضابطة القضائية لعدم مراعاة المقتضيات الدستورية النص عليها في الفصل 23، وكذلك حكم المحكمة الابتدائي الزجري بالدار البيضاء بتاريخ 9 فبراير 2012 الصادر في الملف 600/2012. المقتضى الخرق الثاني الذي نسجله هو خرق مقتضيات الفقرة الثانية من مادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. المادة 24 لأول مرة المشرع يعرف المحضر بأنه تلك الوثيقة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية في إطار مهام وكلها، ويضمنها ما عاينه أو ما قام بعملية أو ما تلقاه من تصريحات. ونص المشرع في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يضمن تاريخ وساعة تحرير هذا المحضر، وإذا كانت ساعة وتاريخ إنجاز الإجراء تخالف ساعة ضبطه في المحضر يتعين عليه أن يشير إلى ساعة إنجاز الإجراء وتوقيته، تاريخ وساعة إنجاز وتاريخ ضبطه في محضر، حتى يمكن القضاء من رقابة سلامة ضبط الدليل الجنائي. في هذه المسطرة الضابطة القضائية لم تراعي هذا الإجراء أيضا، بحيث أنها نصت في محضر الانتقال والمعاينة والإيقاف والحجز وإشعار النيابة العامة على تاريخ 31 أكتوبر الساعة 8:49، وكذلك فاتح نوفمبر الساعة منتصف الليل 15:00، دون أن تشير هل يتعلق الأمر بساعة إنجاز الإجراء وتاريخه أم بساعة توثيقه أم بتاريخه وساعة توثيقه في المحضر، ومن ثم حرمت القضاء من سلامة رقابة الدليل الجنائي. الخرق الثالث عفوا هو خرق الفقرتين 3 و4 من مادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. هذا المقتضى يلزم ضابط الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه أن يشعره بالمنسوب إليه حتى يمكن المشتبه فيه من إبداء أوجه دفاعه عن بينة واختيار، عن علم بالوقائع موضوع الاستماع، ويختار لذلك الوسيلة المثلى، وقد يختار الصمت كما قلنا سابقا. أيضا في هذه المسطرة الضابط أثناء الاستماع إلى السيد محمد عرب بعسو نجد أن هناك تصريحات مسترسلة دون أن يعنى الضابط ببيان الأسئلة التي وجهها للسيد محمد أعرب بعسو والأجوبة التي أفاد بها جوابا عن تلك الأسئلة. ومعلوم أن الحكمة من هذا الإجراء أن المشرع رام أن يراقب القضاء سلامة استخلاص الدليل الجنائي، إذ الاستفسار والاستجواب من وسائل جمع الأدلة، ومن ثم يتعين بيان الأسئلة التي وجد الضابط القضائي حتى يمكن القضاء من رقابتها ورقابة المشروعية في توجيه السؤال. مثلا إذ الاستدراج في الفقه الجنائي مثلا محظور والأسئلة المغلقة محظورة، وبالتالي الضابط لم يراعي الإجراء وحرم القضاء من رقابة سلامة استخلاص الدليل الجنائي.
مقتضى خطير آخر خرقته الضابطة القضائية، وهو المتعلق بمقتضيات الحراسة النظرية. معلوم أن الضابطة القضائية مكنها المشرع من وضع المشتبه فيه، رهن الحراسة النظرية إذا اقتضت حاجيات البحث والتحري لوضع الأشخاص رهن الحراسة النظرية، لكن المشرع ألزمها إما بإشعار النيابة العامة أو باستصدار إذن بوضع الحراسة النظرية على اختلاف الحالات، بين إذا ما كان يتعلق الأمر بحالة التلبس أم بالبحث في الحالة العادية. هذه المسطرة تدعي الضابطة القضائية أن السيد محمد أعرب بعسو ضبط متلبسا بالأفعال المنسوبة إليه، ومن ثم قامت بوضعه رهن الحراسة النظرية، ثم ادعت أنها أشعرت الضابطة النيابة العامة بهذا الإجراء. إلا أنه حينما نعود إلى محضر الانتقال والمعاينة والإيقاف والتفتيش والحجز وإشعار النيابة العامة، نجد أن هناك تضاربا في أمرين. الأمر الأول المتعلق بمن أمر بإجراء وضع السيد محمد أعرب بعسو تحت الحراسة النظرية، والأمر الثاني هو الجهة التي تواصلت مع الضابطة القضائية فيما يتعلق بالنيابة العامة باعتبارها الجهة القضائية التي أوكل للمشرع الإشراف على البحث والتحري. حينما نعود إلى محضر الانتقال والمعاينة، نجد أن الضابط محرر المحضر يشير إلى أنه قام بوضع السيد محمد أعرب بعسو رهن الحراسة النظرية، وأشعر بذلك وكيل الملك شخصيا. بينما في محضر الاستماع إلى السيد محمد أعرب بعسو، نجد أن الضابط يصرح بما يلي: بناء على حالة التلبس وتنفيذا لتعليمات السيد الوكيل العام للملك شخصيا، تم وضع السيد محمد أعرب بعسو تحت الحراسة النظرية. ومن ثم فإننا نعي على هذا الإجراء أمرين. الأمر الأول هو التضارب في الجهة التي أمرت بوضع الشخص السيد محمد أعرب بعسو رهن الحراسة النظرية. هل يتعلق الأمر بوضع تلقائي من قبل الضابط وأعقبه إشعار للنيابة العامة، أم أن النيابة العامة هي التي أمرت بهذا الإجراء والضابط نفذه؟ فبالتالي هناك تضارب بين محضر انتقال والمعاينة والإيقاف والتفتيش الذي يفيد فيه الضابط بأنه اتخذ هذا الإجراء تلقائيا وأشعر فقط السيد وكيل الملك شخصيا، وبين محضر الاستماع إلى السيد محمد أعرب بعسو الذي أفاد به أنه نفذ فقط تعليمات السيد وكيل العلم للملك شخصيا. ثم الأمر الثاني وهو الجهة التي تواصل معها السيد ضابط شرطة قضائي فيما يتعلق بهذا الإجراء في النيابة العامة. محضر الانتقال والمعاينة ورد فيه أنه تواصل مع السيد وكيل الملك شخصيا، بينما محضر الاستماع أفاد فيه بأنه نفذ تعليمات السيد الوكيل العام للملك شخصيا وليس وكيل الملك. وكيل العام هو رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بينما وكيل الملك هو رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية. ومن ثم فإن هذا التضارب سواء فيما يتعلق بالجهة التي أمرت بهذا الإجراء أم الجهة والجهة التي تم التواصل يؤكد أن الضابطة القضائية لم تحترم هذا الإجراء أصلا، وخرقت المادة 66 ما يكون معه وضع السيد محمد أعرب بعسو رهن الحراسة النظرية مشوب بالبطلان، ومن ثم فإن اعتقاله اعتقال تحكمي مبطل للإجراءات. الدفع آخر هو المتعلق بانعدام حالة التلبس في هذا الملف. معروف أن حالة التلبس في القانون، وحتى لا نخوض في التعريف التقني لحالة التلبس، هي ضبط المشتبه فيه أو الجاني أثناء ارتكاب الفعل أو عقبه حاملا لأسلحة أو أدوات أو آثار أو علامات تدل على ارتكابه الجرم. هذا في المجمل المفهوم. في هذه المسطرة فإن السيد محمد أعرب بعسو متابع بالاتجار بالبشر، ولم يضبط في أي حالة من الحالات التي ذكرها المشرع في المادة 66 في حالة التلبس بهذا الفعل، أو أن عليه آثار أو علامات أو حامل أسلحة تدل على ارتكاب الفعل. ومن ثم فإن مختلف الإجراءات سلكتها الضابطة القضائية في هذا الإطار مشوبة بالبطلان، نظرا لأن حالة التلبس تتيح لضابط الشرطة القضائية اللجوء إلى إجراءات قصرية تستبعد شرط رضا الأشخاص، بينما في الحالة العادية لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يلجأ لهذه الإجراءات لانعدام المبرر القانوني لها. فمثلا التفتيش في الحالة العادية لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتيش الشخص أو تفتيش سيارته أو منزله في الحالة العادية إلا باستصدار موافقة كتابية بخط يده.
بينما في حال التلبس يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يلجأ إلى التفتيش دون موافقة، يكفي أن يكون بحضوره أو بحضور من ينوب عنه أو بحضور شخصين غير خاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية الإدارية إذا رفض أو كان إذا رفض المشتبه في الحضور لهذا الإجراء أو كان فارا من العدالة. ومن ثم فإن الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية سواء يتعلق بالتفتيش والحجز وتجريد سيد محمد أعرب بعسو من هاتفه وتفتيش هاتفه وتفتيش السيارة كلها إجراءات مشوبة بالبطلان لانعدام الموافقة باعتبار أن البحث يجري في الحالة العادية في الحقيقة وليس في حالة التلبس، لانعدام حالة التلبس. أيضا هناك خرق خطير وهذه المرة شاب سرية البحث. معلوم أن البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية ثم التحقيق الإعدادي نص المشرع على أنهما مشمولان بالسرية، لأنه لا يمكن نشر مجريات البحث لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو حماية قرينة البراءة، إذ المشتبه فيه والمواجهة بالإجراءات متمتع بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته بناء على حكم، أي أنه ببساطة بريء حتى يصدر عليه حكم بإدانة بالأفعال المسوبة إليه. الأمر الثاني هو حماية سمعة الأشخاص، ثم نجاعة الأبحاث وفعاليتها، إذ النشر يعيق الوصول إلى الجنات وجمع الأدلة، ولذلك المشرع نص على السرية في هذه الإجراءات. لكن الضابطة القضائية في هذا الملف سربت المعلومات إلى مجموعة من المواقع والصحف الورقية المعروفة بصحافة التشهير، وأدلينا للمحكمة بستة قصاصات إخبارية لنشر وقائع أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، ومن ثم تم خرق هذه الإجراءات خلافا لمقتضى المادة 15، وإن السيد محمد أعرب بعسو يحتفظ بحقه في ملاحقة كل من مس بسمعته وخرق مبدأ السرية ونشر وقائع مشمولة بالسرية، والحال أنه لا زال لم يصدر حكم بإدانة بالأفعال المنسوبة إليه. ومن ثم فإن هذه الصحف وتلك المواقع الإعلامية المعروفة بتاريخها الطويل في التشهير بالمعارضين وبالأشخاص الذين يمتهنون بالأشخاص الذين يمتهنون الصحافة والمعارضين السياسيين والمناضلين والحقوقيين، أن السيد محمد أعرب بعسو عازم على سلوك مختلف الإجراءات القانونية نظرا لأنه أصدرت في حكمه حكما بالإدانة مسبق قبل أن ينطق القضاء بهذا الحكم. ومن ثم فإن هذه الإجراءات تم خرقها خلافا لمقتضيات المادة 15. ننتقل إلى التحقيق الإعدادي. معلوم أن السيد قاضي التحقيق مكنه المشرع من وضع الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة شهرين إذا اقتضت الأبحاث ذلك، خاصة في الجنايات لمدة شهرين قابل للتمديد 5 مرات، إلا أنه قيده فيما يتعلق بتمديد مدة الاعتقال الاحتياطي بضرورة أن يتلقى طلبا بذلك من النيابة العامة في المادة 77. ولذلك لا يمكن للسيد قاضي التحقيق أن يمدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات طبقا للمادة 177 إلا إذا تلقى طلبا بذلك. في هذه المسطرة السيد قاضي التحقيق وبالضبط في 28 دجنبر 2022 قام بتمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لمدة شهرين بعد انقضاء المدة الأولى بتاريخ 28 دجنبر، والحال أنه لم يتلقى طلب التمديد من قبل النيابة العامة إلا بتاريخ 29 دجنبر 2022، لأنه قام بالتمديد قبل أن يطلب منه ذلك خرقا لمقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية. ومن ثم فإن استمرار اعتقال السيد محمد أعرب بعسو بعد انتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي الأول شهرين بتاريخ 28 تم خارج نطاق المشروعية، ويعد اعتقالا تحكميا يعرض القائم به والآمر به ومراقبه ومن سكت عنه كلهم، يعرض هذه الجهات كلها
يعرضها للمتابعة بجناية الاعتقال التحكمي التي يمكن أن تصدر في شأنها عقوبة جنائية بالتجريد من الحقوق الوطنية. ومن ثم فإن لا سيد قاضي التحقيق ولا النيابة العامة التي طلعت على الإجراء ولا حتى قضاء الحكم إذا لم يرتب الأثر على ذلك يمكن أن يلاحقوا جميعا بخرق مقتضيات الفصل 225 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الاعتقال التحكمي باعتبار أن استمرار اعتقال سيد محمد أعرب بعسو إلى غاية يومه يعد اعتقالا تحكميا خارج نطاق القانون. خرق آخر أثناء التحقيق العدلي وهو خرق خطير وهو خرق يتعلق بحقوق الدفاع. سيد محمد أعرب بعسو تم الاستماع له بتاريخ صدق وتفصيليا بتاريخ 10 نوفمبر 2022. في تلك الجلسة ديال الاستنطاق التفصيلي تمت مواجهته بخلاصات تقرير الخبرة الجينية، فتدخل الدفاع وأفاد بأنه لم يطلع على تقرير الخبرة الجينية نظرا لأنه لم يضم إلى الملف إلا بتاريخ 9 نوفمبر 2022، أي 24 ساعة قبل استنطاق السيد محمد أعرب بعسو تفصيليا. والتمس من السيد قاضي التحقيق أن يؤخر الملف ليمكن السيد محمد أعرب بعسو ودفاعه من الاطلاع على تقرير الخبرة حتى يبدي أوجه دفاعه بخصوص هذا الدليل الفني من وسائل الإثبات. إلا أن السيد محمد أعرب بعسو لأن السيد قاضي التحقيق عفوا واصل الاستماع للسيد بعسو وواجهه بخلاصات هذا التقرير وخرق مقتضيات المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية. وقد سجل الدفاع هذا الخرق في محضر الاستنطاق الذي ورد فيه، وتدخل الدفاع وأكد على عدم اطلاعه على نتيجة الخبرة الجينية وعدم وبعدها التي ضمت إلى الملف عفوا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ولم يتم إشعارهم بذلك. ومن ثم فإن السيد قاضي التحقيق خرق مقتضيات المادة 39 وخرق مقتضيات المادة 210 و212 من قانون المسطرة الجنائية التي ترتب البطلان على خرق المقتضيات الواردة في المواد 134 135 139 59 60 62 و101 من قانون المسطرة الجنائية. ثم كذلك المادة 212 اللي كتقول بأنه يترتب البطلان كذلك على خرق المقتضيات الجوهرية المسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف. وبديهي أن عدم تمكين السيد محمد أعرب بعسو ودفاعه من الاطلاع على هذا الدليل من الأدلة الفنية يعد خرقا فاضحا لحقوق الدفاع ومصادرة لحقه في أبداء أوجه دفاعه. ومن ثم فإن الإجراءات التي بوشرت من قبل السيد قاضي التحقيق أثناء الاستنطاق التفصيلي وما تلاه كلها مشوبة ببطلان لهذا الإجراء. خرق آخر وهو خرق مقتضية المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. المشرع نص في هذه المادة على أنه إذا تعلق الأمر بموظف عمومي يتعين على النيابة العامة قبل تسطير المتابعة إشعار السيد الوكيل القضائي المملكة بهذا الإجراء راعيا من لمقتضيات تتعلق بنظام الوظيفة العمومية وبكون الشخص موكول إليه القيام بوظيفة خدمة لمرتفقين. ومن ثم فإن الجهة التي نص المشرع على إشعاره هي الوكيل القضائي حتى يتخذ مختلف الإجراءات سواء ما يتعلق بالوضعية الفردية للمشتبه فيه الموظف أو ما يتعلق بملء الفراغ الذي يتركه غياب الموظف عن وظيفته نظرا لمتابعته أو اعتقاله. ومن ثم أن الضابط القضائي أن النيابة العامة عفوا في هذه المسطرة لم تشعر الوكيل القضائي بهذا الإجراء وخرقت مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. أخيرا وليس آخرا هناك كثير من الدفوع وخرق المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية. المادة 18 وضعت تراتبية لإجراءات البحث التمهيدي. المشرع نص على أنه ينبغي للضابطة القضائية أن تتبع إجراءات محددة أثناء البحث، حينما نص على أنه يعهد إلى الشرطة القضائية تبع لبيانات المقرر في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها.
أي أن هناك تراتبية قانونية ومنطقية نص عليه المشرع في إجراءات البحث التمهيدي، تبتدئ بالتثبت موقع الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة بها، ثم آنذاك البحث عن المرتكبين ومحاولة ضبطهم. في هذه المسطرة عكست الضابطة القضائية هذه التراتبية، وابتدأت باعتقال السيد محمد أعرب بعسلو، ثم بحثت له عن التهمة، ثم هيأت الوسائل الإثبات، وكأنه يراد بالسيد محمد أعرب بعسلو أن يتم اعتقاله وملاحقته ومتابعته، ثم نبحث له بما بعد عن التهمة التي يمكن لحقته بها، ونجمع الأدلة التي تورطه. ومن ثم فإن الضابطة القضائية حينما خرقت هذه الإجراءات خرقت إجراءات جوهرية من المسطرة تعد من النظام العام، وضعه المشرع رعيا منه لحكمة وغايات ومقاصد تتعلق بسلامة الإجراءات الجنائية، سلام والشرعية الإجرائية في معاينة الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها. كل هذه الخروقات التي أثرنا بعضها عفوا تجعل مجموعة من علامات استفهام تثار حول الإجراءات المسطرية التي بوشرت في ملف السيد محمد أعرب بعسو، وتؤكد بالملموس أن السيد محمد أعرب بعسو يلاحق من أجل انتمائه السياسي باعتباره من القيادات السياسية والدعوية لجماعة عبد الإحسان بمكناس باعتباره تاريخه الدعوي في خدمة دعوة الله تعالى، وأن هذا الملف يراد به تصفية حسابات سياسية مع جماعة عبد الإحسان ومع نشطائها السياسيين والدعويين، وليس دفاعا عن الفضيلة أو غير ذلك مما يسوق. أيضا أثرنا أمام القضاء طلبات تتعلق بتجهيز المسطرة، أولها إحضار المحجوز الذي تم ذكره ضمن جميع مقتضيات المسطرة من الهواتف المحجوزة و وسائل إثبات المحجوزة، ثم استدعاء الضابط محرر الخبرة الجينية، تقرير الخبرة الجينية، استدعاء الضابط المنجز حتى يشرح للمحكمة مختلف الإجراءات الفنية التي بوشرت أثناء الخبرة الجينية، ويمكن السيد محمد أعرب بعسو من الاستفسار حول مجموعة من النقاط التقنية التعلق بمجال الخبرة الجينية. أيضا طلبنا استدعاء الضابط المحرر محضر الخبرة الرقمية على هاتف السيد محمد أعرب بعسو بالمختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بفاس. طلبنا استدعاء الضابط المنجز لتقرير خبرة التسميم على خلايط الزيوت الموجودة في القنينات المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية. وأخيرا فيما يتعلق بالتقارير التي أنجزت، استدعاء ضابط الدرك الملكي بالقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط الذي تواصل مع متعهدي الاتصالات إنوي واتصالات المغرب، وأنجز التقرير رقم 29399 على هاتف السيد محمد أعرب بعسو. هذه الإجراءات لأنه أنجزت أربعة تقارير، التمسنا من المحكمة استدعاء الضباط الذين حرروها لاستجلاء بعض الجوانب التقنية المتعلقة بها حتى تتم مراعاة شروط وضمانات المحاكمة العادية، حتى يتمكن السيد محمد أعرب بعسو ودفاعه من إبداء أوجه الدفاع. أيضا التمسنا استدعاء خبير مختص في الأمور الجينية أو الهندسة الوراثية لاستيضاح الجوانب التقنية والعلمية المتعلقة بهذا المجال. وأخيرا التمسنا استدعاء أحد الأطراف التي ذكرت في هذه المسطرة ولم يتم الاستماع إليها، ولها دور محوري يمكن أن تنور به المحكمة وتساعد المحكمة على الوصول للحقيقة بعنوانها الوارد في محضر الضابطة القضائية، والتي أفيد عنها بأنها غادرت بتاريخ 17 أكتوبر أرض الوطن في اتجاه الديار السعودية، ولها مجموعة من الأمور التي ذكرت فيها. تمسنا من المحكمة سماع أقوالها حتى يمكن السيد محمد أعرب بعسو من مناقشة الأفعال والوقائع التي نسبت إليه. كل هذه المقتضيات التي أثرناها أمام القضاء ابتغاء الوصول إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وتحقيقا لحقوق الدفاع، وإننا عازمون على مواصلة مختلف الإجراءات وسلوك مختلف المساطر القانونية دفاعا عن السيد محمد أعرب بعسو، وشكرا لكم.